السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حبك الله شيخ. حبك الله الذي أحبتنا فيه. عندي سؤالين بعد إذنك. السؤال الأول لو تقدم، أجد شيء في نفسي يعني أنا لا أطيقه ولا أحب أن أسمعه، يجري كلام على لساني وكأني سأنطق به، وأحيانا أحس أنت مريض ولست بمؤاخذ على ذلك. شكرا.